يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صلى بنا الإمام العشاء خمسا ونبهناه فلم يرجع، فجلست أنا ولم أتابعه حتى سلمت معه وتابعه بقية المأمومين، فما حكم صلاتي وصلاتهم؟ صلاتك صحيحة ما دام أنك علمت أنه زائدة، لا يجوز لك تتابع، فجلوسك هذا متعين عليك، تجلس تسلم معه ولا تسلم نفسك. وأما من تبعه من الآخرين فإن كان جاهلا صلاته صحيحة، يعذر بالجهل، ما إذا كان متعمدا بطلت صلاته. إذا كان يعرف أنه زائدة ويعرف أنه ما يجوز المتابعة تبطل صلاته. نعم.